الأديب العالمي نجيب محفوظ إحنا أمامه حاليا. بعض الروايات اتكلمت زي الأديب الكبير نجيب جمال الغيطاني تحدث عن الأديب العالمي نجيب محفوظ في مذكراته. نجيب محفوظ يتذكر أن منزله كان يقع في ميدان بيت القاضي 8 ميدان بيت القاضي، يعني يطل على ميدان بيت القاضي مباشرة، والواجهة الأخرى من البيت الجانبية كانت بتطل على حارة إرمز. فهذا المكان في خارج هذه الحارة اللي احنا موجودين فيها حاليا اللي هي حارة إرمز. أما بالنسبة لروايات الأهالي بتتحدث على أن البيت اللي احنا أمامه حاليا هو منزل الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو حاليا عبارة عن وكالة لتخزين البضائع وتخزين التوابل والكركديه وبعض المنتجات الخاصة بأهالي المنطقة. طبعا بغض النظر نقدر نقول بغض النظر عن أنه هذا منزل نجيب محفوظ الذي نحن أمامه وهو 8 حارة إرمز أو 8 بيت القاضي الذي يطل على ميدان بيت القاضي، إحنا بنتكلم على موروث ثقافي وحضاري كبير، أن هذا المكان وطأ قدمي الأديب العالمي نجيب محفوظ هذا المكان وعاش فيه. طبعا في مدن تراثية عالمية بتسجل على مجموعة من الأطلال زي مدينة تدمر، مدينة بتسجل على نطاق واسع كمدينة تراث عالمي زي للأديب العالمي نجيب جان جاك روسو في فرنسا، سجلت على هذا التراث كمنطقة تراث عالمي. فهذا الموقع قيمته تكمن في القيمة الحضارية والتراثية الثقافية، أنه سكن الأديب العالمي نجيب محفوظ أيا كان هذا البيت أو البيت الذي يطل على ميدان بيت القاضي. بترسي ناس عمطر وناس تتوه في البحر احتفالية مولد عمي نجيب من بيت الشاعر في قلب الجمالية الرائعة الجميلة التي هي اسم على مسمى
هي الجمالية، وهي جمالية فعلا. نبدأ هذه الاحتفالية وكلنا أمل في استقرار رائع لمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وحالة من البهجة نشعر بها جميعا عندما نحتفل بعم نجيب محفوظ الذي أحب هذه الجمالية. لماذا أحب الجمالية؟ أحب الجمالية لأنها ابتدعت روعة في الأدب، في الثقافة، في العمارة، في الفنون، في المهن. في الجمالية البدع فيها الملاغية، عاشق ومعشوق والرج عنية. شفت الغزالة استحالة في الملاية اللف، قلب اتخطف يا جدع وتكعبي لومية. الجمالية الجميلة التي نحتفل فيها بذكرى ميلاد نجيب محفوظ، نؤكد الليلة بالاحتفال مع وزارة الثقافة المصرية ودكتور محمد إبراهيم وزارة الآثار المصرية، والمفروض أن وزارة الثقافة تكون معانا النهاردة. دكتور محمد إبراهيم وزير الآثار مشكوراً فتح سلطان قلاوون الناصر محمد برقوق الأسفلة كلها، محمد علي، عبد الرحمن كتخدة، مقام ماماي، كل صالح أيوب، كل الأماكن لكي تكون مساراً مفتوحاً لدخول الليلة، ونحن نحتفل بمولد عم نجيب محفوظ. ليلة رائعة وجميلة سيبدأ فيها الاحتفال من هنا من أمام السلطان قلاوون. نمشي في شارع بيت القاضي، نروح لمقام ماماي، نروح لحارة قرمز، نوصل للأمير بشتاك، عبد الرحمن كتخدة، سبيل محمد علي، شارع المعز لدين الله الفاطمي اللي هو بين القصرين، استحضار كل روايات نجيب محفوظ الرائعة الجميلة. وأنا بشكر الفرق التي ساهمت الليلة، فرقة شبرا للآلات الشعبية أنا بحييكم شكرا جزيلا، وفرقة التخت العربي التي شرفنا الآن. وهذه ليلة جميلة نبدأ فيها هذا الاحتفال، ونحن نتذكر ما كتبه نجيب محفوظ من إبداعات رائعة، بدأت بذكره لثورة 19 التي شاهدها وهو طفل. ثورة 19 كانت في ميدان بيت القاضي. جمال الشاعر صديقي وحبيبي عن ظروف الانتقاء الإعلامي ثم الاختيار نتيجة سلوكه العظيم ورجولته الفذة. لما تبقى ماشيين كده في السكة تتحضروا وتتكعبلوا كثيرا في أنصاف رجال مالوا عين الشمس في مصر. لما جمال الشاعر نوع من الرجال اللي يفكرون بجمال عبد الناصر وطنية، ونجيب محفوظ أدبا وفكرا، وسمير الإسكندراني فنا وموسيقى. أنا عندي تسجيل دلوقتي المفروض أبقى موجود قدام الميكروفون عشان أسجل لحضراتكم أغنية وطنية. معادي الساعة 6 في قلب شبرا المزدحمة جدا. الفرقة الموسيقية منتظراني، ولكن جمال الشاعر اعتبار فوق كل هذه الاعتبارات، لأني أحبه 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 وأدعو له بالسداد والتوفيق. سلام يا حبايب. تتصوروا ومهما أوتيت من براعد الكلمة نعبر عن مقدار سعادتي بتواجدي في هذا المكان، في هذه النخبة، في هذا الجامع الكريم الحبيب إلى قلبي. وإذا رجع الفضل فإن أرجع الفضل لأصحابي، وطبعا صاحب هذا الفضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى دكتور جمال الشاعر الذي دعا إلى هذه الاحتفالية في هذا المكان الرائع الذي ينبض بعبق التاريخ بأهالي الجمالية وشارع المعز. إن شاء الله إن شاء الله أعدكم من كل قلب. أولا مناسبة هذه الاحتفالية أعدكم أن يكون هذا المكان دائما وأبدا منطقة
إشاع ثقافي وحضاري يتبنى المواهب الجديدة. ربما في القريب أخرج لنا هذه المنطقة كما أخرجت من قبل نجيب محفوظ آخر، لأن نجيب محفوظ عاش في هذا المكان واستوعبه داخله ثم أخرج روائعه لنا في قصصه الكثيرة. أيضا أعد أهالي الجمالية وشارع المعز أن هذان الشارعان إن شاء الله سوف يعود إلى ما كان عليه، دائما يكون مفخرة لكل مصري وقبل كل شيء مفخرة لأهالي الجمالية وشارع المعز. ولكن كل ما أرجوه منهم أن يساعدوننا في أن نعيد الشيء إلى أصله ونعيد الرونق إلى شارع المعز وإن شاء الله شارع الجمالية. وأتمنى لكم دائما وأبدا احتفاليات رائعة في هذا المكان لكي نعيد البسمة شفاه شارع الجمالية وشارع المعز مرة ثانية، وأيضا إلى شعب مصر بأكمله إن شاء الله.